أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله كنا قد وعدنا في ختام الحلقة الماضية من سلسلة الليالي الحسينية أن نعرض نموذجا من أولئك الذين اصطفوا مع أعداء الحسين وقتلته صلوات الله عليه وينطبق عليهم بهذا أنهم ممن اشترك في سفك دمه الشريف ليس شرطا أن يكون هؤلاء يصرحون بأنهم يرضون بما جرى على الحسين عليه الصلاة والسلام يكفي لانطباق هذا العنوان عليهم أنهم ممن قتل الحسين أنهم يقولون بأن الحسين عليه الصلاة والسلام كان خروجه خروج مفسدة للإسلام والمسلمين لا خروج مصلحة وأن ما قام به سبب شرا عظيما يكفي أن يقول هؤلاء إن الحسين قد أخطأ في خروجه يكفي أن يقول هؤلاء إن الحسين هو الذي يتحمل مسؤولية ما جرى له هذا كاف لأن يكون هؤلاء من أعداء الحسين وممن يحشرون مع قتلتهم يوم القيامة ومن الذين يقال لهم كما في الحديث القدسي الشريف الذي نقلته لكم في الحلقة الماضية خذوهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه وألقوهم في جهنم فإذا قالوا ربي إنا لم نحضر الحسين قيل لهم ما مضمونه إنكم قد رضيتم بقتله الرضا بقتل الحسين لا يشترط فيه أن يصرح المرء به يكفي ما قلته آنفا لأن معنى قولك إن الحسين يتحمل مسؤولية الذي جرى ومعنى تخطئتك له ومعنى دعواك أنه والعياذ بالله سبب مفسدة وشرا عظيما في هذه الأمة معنى ذلك أنك ترضى بما وقع على الحسين ولو بدرجة أخف من ذلك الذي يعلن الابتهاج بمقتل الحسين صلوات الله عليه لماذا؟ لأنك ها هنا بقولك هذا إنما تردد حجة الذين قتلوا الحسين
إنما تردد حجة بني أمية. بنو أمية وأشياعهم هكذا قالوا: قتلنا الحسين درءاً للمفسدة التي أوقعها، قتلنا الحسين لأنه سبب شراً عظيماً كان لا يمكن أن يتعامل معه ويقضى عليه إلا بقتله. هذه هي حجة بني أمية. هذا هو ما زعمه معاوية في كتابه للحسين الذي نقلته لكم سابقا. إنه كان يحذره من ماذا؟ من الفتنة والفساد وشق عصا الطاعة. هذا كان تبرير يزيد بن معاوية. هذه كانت ذريعة عبيد الله بن زياد. هذه كانت حجة عمر بن سعد بن أبي وقاص. فأنت حينما تقول إن الحسين هو الذي يتحمل مسؤولية الذي جرى، وحينما تتطاول أكثر على هذا السبط العظيم فتقول أنه والعياذ بالله لم يكن في خروجه لا مصلحة دين ولا مصلحة الدنيا، وأن خروجه سبب نقصان الخير وزيادة الشر، بل سبب شرا عظيما وفسادا في هذه الأمة، أنت بهذا تصطف مع قتلة الحسين، وإن زعمت من جهة أخرى أنك لا ترضى بما جرى على الحسين. يقال لك ها هنا إنك من أعداء الحسين، إنك من قتلة الحسين، إنك ممن شرك في دم الحسين صلوات الله عليه. ويقال لك ها هنا إنك تخشى من ردة فعل الجماهير الإسلامية إذا ما وجهت السهام الصريحة للحسين، فلا بد أن تغلفها بكلام توحي به أنك لا ترضى بقتل الحسين وأنه كان مظلوما وأنه كان شهيدا، ولكن هو الذي يتحمل مسؤولية ما جرى، هو الذي تسرع وتعجل وقام بما قام وسبب شرا وفسادا عظيما في هذه الأمة. أحد هؤلاء الذين يرددون هذا الكلام المخزي الذي أقوله وأنا يعتصرني الألم هو ابن تيمية الحراني، إمام النصب والنواصب لعنة الله عليه. ابن تيمية كما تعلمون له كتاب شهير اسمه كتاب منهاج السنة. هناك اقرأوا كيف يعبر ابن تيمية عن الحسين وحركته ونهضته المجيدة. إنه يوجه إليه سهاما لكن على أسلوبه، لا يريد أن يصرح بباطن نصبه بمكنون ما يعتقد في الحسين عليه السلام، فيطعم سهامه بشيء من البلسم، بشيء من المهدئات، فتجده هكذا يصنع، يشتد ثم يخفف، يشتد ثم يخفف، حتى لا يقال عنه إنه ناصبي بامتياز. مع ذلك تفوح من كلامه رائحة النصب العفنة. اقرأوا ماذا يقول في منهاج سنته. يقول: لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج،
وغلب على ظنهم أيه أنه يقتل حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل وقال بعضهم لولا الشفاعة لأمسكتك ومصلحة المسلمين والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. هذه العبارة من ابن تيمية، قوله والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، تنطوي على توجيه اتهام منه إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام على أنه خرج مفسدا ولو بخطأ الرأي، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. الحسين كما يزعم ابن تيمية لم يستمع إلى نصيحة هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والدين، لم يحافظ على مصلحة المسلمين، لم يرقب مصلحة المسلمين، مع أن الله ورسوله يأمر بالصلاح لا بالفساد، ولكنه ركب رأسه وخرج مفسدا وسبب كل هذا الفساد، ولكن غفر الله له، إنه كان رأيا خطأ عنده. هذا الذي يريد أن يوصله ابن تيمية إلينا كمفهوم، ويؤكد ذلك العبارات التالية، أنه كيف يتطاول على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يقول فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، يعني أمثال ابن عمر وابن عباس ومن أشبه، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا. هذا خروج الحسين ليس فيه أي مصلحة، لا مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية. نهضة الحسين بن علي، ثورة الحسين بن علي التي دوخت العالم وجميع أرباب الفكر والثقافة والعلم وأهل الدين من كل الملل من كل النحل، كل هؤلاء اجتمعوا على أن الحسين عليه السلام قدم أروع الدروس والأمثلة في الانتصار لله ولرسالة السماء وللإنسانية وللحرية وللكرامة. إلى اليوم القضية الحسينية تجتهد في استخلاص الدروس والعبر منها المحافل العلمية والبحثية، ولا يزعم أحد منها أنه استطاع أن يحيط بكل جوانبها. هذه الثورة المجيدة العظيمة التي كانت أعظم صلاح لهذه الأمة، إذ فرزت بين الحق والباطل وألفتت الانتباه إلى المنهج الباطل حتى لا ينخدع الإنسان المؤمن به. هذه الثورة العظيمة التي لولاها لما تبقى الإسلام. هذه الثورة العظيمة التي لولاها لأصبح الإسلام كدين أهل الخلاف دين الحكومة والخضوع للحكومة، لأن أهل الخلاف كما قلنا لكم وبينا يعلمون أبناءهم على السمع والطاعة للحكام طاعة عمياء، اسمع وأطع، وإن ضربت عنقك وإن جلت وإن ظلمت وإن انتهك عرضك وإن عليك بأن تسمع وتطيع وتخضع، ليس لك حق في أن تقول لا، قل نعم دائما وعلى طول الخط. هذا هو الذي يدفع الحكومات الأعرابية إلى أن تحارب التشيع وتمنع من انتشاره
في أوساط الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن التشيع ثوري ذو سمة ثورية، إذا سمحنا بانتشاره فسنفقد عروشنا، ستثور علينا هذه الأمة. الشيعي الحقيقي لا يقبل بالحاكم الظالم أبدا، الشيعي الحقيقي ينحاز دائما إلى المظلومين والمستضعفين حتى وإن كانوا أهل مذهب آخر أو ملة أخرى. التشيع هو على خط النقيض والحرب دائما مع الحكومات الظالمة والمفسدة، ولا يحترم إلا من يحترم العدل ويحترم الكرامة الإنسانية ويحترم الشرع. التشيع هذه هي مدرسته، هذه هي تعاليمه. أما ما يسمى التسنن فهو مذهب أو دين يطوع الأفراد ويعلمهم أن اخضعوا للحاكم واسمعوا وأطيعوا له واقبلوا به برا كان أم فاجرا. هذا هو تكليفكم، الطاعة العمياء. قل نعم حتى وإن خسرت إنسانيتك. نحن حينما نقول لا للحكام نحن نحافظ على إنسانيتنا، هكذا علمنا الحسين، نحافظ على حريتنا، كونوا أحرارا في دنياكم. الحسين علمنا أن نقول لا، لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. هكذا يقول الحسين بملء الفم، لا للحاكم بكل قوة. هذه الثورة المجيدة العظيمة، هذه التعاليم السامية التي اختزنتها هذه الثورة وتفجرت وانبثقت منها إلى كل العالم، حتى أن رجلا هندوسيا كالمهاتما غاندي تعلم منها وقال مقولته الشهيرة: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، فحرر الهند. قارنوا بين نظرة كل هؤلاء وبين نظرة هذا الناصبي الخبيث الذي يقول لم يكن في الخروج، يعني في خروج الحسين عليه السلام، لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا. يعني الحسين لا يعرف المصلحة، لا يعرف المصلحة الدينية، لا يعرف المصلحة الدنيوية. هنا لأنه يشتد فإنه يحاول أن يخفف، يعطي بلسما كما قلنا. هذا أسلوب ابن تيمية كما نبهنا أكثر من مرة، يعني نوع من المداورة حتى لا يظهر مكنون ما يعتقد به، وإلا الرجل ناصبي ناصبي ماكو كلام. فلذلك هنا يشتد على الحسين، يقول لم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، فيعود هنا يحاول أن يخفف شوية شوية، يلزم بريك، فيقول بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. هنا أعطاك مخدرا، لماذا؟ لأنه يريد أن يعطف على ذلك أو يتم كلامه ويأتي بجملة هي أشد وأقسى وأكثر فظاعة من الجملة السابقة، أنه لم يكن في خروجه مصلحة دين ولا دنيا. يريد أن يهيئك حتى لا ترميه بأنه ناصبي وأنه تطاول على سبط رسول الله وريحانته، بل من هو من رسول الله كرسول الله، حسين مني وأنا من حسين. فيريد أن يهيئك لتقبل الكلام الآخر الذي هو شديد جدا، فيقول حتى قتلوه مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. لو قعد أحسن، هذا خرج سوالنا فساد. الله أكبر. لماذا تريد من الحسين أن يقعد في بيته كالنساء؟ لأنك تحامي عن بني أمية؟ هذا مبدأ يرفضه الحسين.
هو حينما خرج أعلنها واضحة صريحة: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأنت أيها اللعين تكذب الحسين فتقول لم يكن في خروجه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا. الحسين يقول مصلحة، يقول خرجت لطلب الإصلاح، أنت تقول لا مصلحة ولا إصلاح، بل فساد، وحصل فساد عظيم لم يكن ليحصل لو قعد في بلده. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أريد أن أحيي هذه الوظيفة العظيمة التي تحاولون إلغاءها. ما معنى كلام أنه اقعد في بيتك واصبر على الحاكم وأطع وإلى آخره، أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، خلص بطلنا. يعني أمامك المنكر، الحاكم أفشى المنكر وأمات المعروف، يقول لك اسكت، أغمض عينيك، لا أرى لا أسمع لا أتكلم. يقول: وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، ويشتد أكثر ويتحامل أكثر على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويظهر مكنونات ما يعتقد. يقول: فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. لعنك الله يا ابن تيمية، الحسين صار سببا لشر عظيم، الحسين صار عندك سببا لنقصان الخير وزيادة الشر وشر عظيم. الله الله الله، هكذا ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا وآله دائما عندي، الرجل وقومه يصلون الصلاة البتراء، وقد حرموا حتى من الصلاة البتراء في هذه الأيام، يعني لا لم يوفقوا لذلك، هكذا يقولون، يعني صلى وسلم وخلص، يعني حتى لا يتمون الصلاة. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. هنا يؤصل ابن تيمية لمبدأ الخضوع للحاكم والصبر على الظلم والجور في كل الحالات. نعم، الشريعة تأمرك بالصبر إذا لم تكن تملك الطاقة للتغيير والقدرة على التغيير، وحتى في هذا الصبر عليك أن تعمل من أجل التغيير، من أجل أن تزيح هذا الظلم. وإلا إذا كل حاكم يرانا دائما يظلم كما يشاء ونحن كلنا نقول اصبروا اصبروا اصبروا، فلن يبقى شيء، يعني سيزداد طغيانا وتجبرا ويعيث في الأرض فسادا وينتهك الحرمات ويجور ويسفك الدماء إلى أن يقضي على الحرث والنسل، خلص يهلك الحرث والنسل، كل شيء يهلك. فإذا لابد من التصدي. أين إذن كلمة الحق في وجه سلطان جائر؟ أين إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين القبض على يد الحاكم إذا ما زاغ عن الطريق؟ أنتم تريدون أن تحولوا الإسلام إلى دين الخضوع والعبودية للظالمين؟ هذا نرفضه. لولا الحسين لأصبح هذا هو الإسلام،
الإسلام الطاعة والعمياء للحاكمين. دين الحكومة ما يشاءه الحاكم يكون. يقول: وأن من خالف ذلك، أي الصبر وترك الصبر على جور الأئمة، من يسميهم الأئمة، أئمته هو حكام يعني طغاة، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. فسواء قلت الحسين متعمد كان أم مخطئ، في كلتا الحالتين هو بسبب فعله حصل فساد، يعني ما حصل صلاح أبدا. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. هنا يريد أن يلعب ابن تيمية لعبته القذرة والخبيثة في استغفال القراء، استغفال الناس، أنه يقول هكذا، يريد أن يصور الأمر في مقارنة، يعني يقول: انظروا الحسن، رسول الله امتدحه وقال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هنا أنبه بين قوسين أن الحديث بلفظه المعتبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، ماكم من المسلمين من المؤمنين، وهم يحاولون بهذا الحديث أن يجعلوا الكفة الأخرى، يعني ينزعوا عنوان الفئة الباغية من معاوية وأصحابه ويسبغوا عليهم الإيمان والإسلام. حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول هذا، وعلى فرض أنه قاله تنزلا وجدلا نقول إنما وصفهم بما أعلنوا أنهم يدعون الإسلام، يدعون الإيمان، كما أن المنافقين كانوا يدعون الإسلام والإيمان. فنأخذ حكم الظاهر، الواقع أمر آخر، الباطن أمر آخر. لا شك ولا ريب أن الذين كانوا في الجهة المقابلة للإمام السبط الأكبر الحسن المجتبى صلوات الله عليه وروح فداه، لا شك أنهم كانوا الفئة الباغية وكانوا المنافقين، أي الكفار في بواطنهم. أي شك أصلا عاقل بهذا؟ أي شك منصف في أن معاوية كان منافقا؟ وأن هؤلاء الذين حاربوا الإمام الحسن عليه السلام كانوا منافقين؟ وأنهم الفئة الباغية؟ كيف ذلك؟ فيقول رسول الله، يقول ابن تيمية: رسول الله امتدح الحسن بهذا، ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، في حين أنه لم يمتدح أحدا. شوف الاستغفال، لم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة، ما أثنى على أحد في هذه الأمور. إن قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى على الحسين في موارد كثيرة، يقول هذا ثناء عام، هكذا يجيبك، مع أن هذا نوع من الاستهبال أيضا، لأنه لا يصح أن يثني رسول الله صلى الله عليه وآله ثناء مطلقا عاما على شخصية يعلم أنها ستوقع الناس في الفساد كما تزعم أنت، ستسبب فسادا وشرا عظيما. يصرح ابن تيمية يقول الحسين عليه السلام بخروجه وقتله نقص الخير بذلك وصار ذلك سببا لشر عظيم، يعني الحسين سبب بحركته شرا عظيما. زين، كيف يثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول كما في الحديث الذي
أنقله لكم بتخريجه ومصدره بدقة. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط. هذا أخرجه جمع من أعلام أهل البدعة، منهم البخاري في التاريخ الكبير، الترمذي في سننه، ابن ماجه في سننه، أحمد بن حنبل في مسنده، البغوي في مصابيح السنة، الحاكم في المستدرك. كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يصف الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ بعد أحتاج أن أخرج هذه الأحاديث؟ لا أظن أني أحتاج، يعني الكل يعرفها. الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا؟ يعني أساسا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ووصفه الحسين بأنه إمام، معنى ذلك أنه إمام إلى الهدى، إلى الخير، إلى الصلاح. فلا يمكن أن يقودنا هذا الإمام الذي دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله لأن نأتم به، لا يمكن أن يقودنا إلى الشر والفساد كما تزعم أنت يا ابن تيمية الملعون، وإلا لا يكون إماما، إلا أن تقول والعياذ بالله أنه إمام إلى النار، يعني يهدي إلى النار والعياذ بالله. ألك الجرأة في أن تقول هذا؟ الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا؟ الحسن قعد صلوات الله عليه لأن مصلحة الإسلام والمسلمين كانت تقتضي منه القعود، الحسين قام لأن مصلحة الإسلام والمسلمين في زمانه كانت تقتضي منه القيام أي الثورة. هذا هو. وفي كلتا الحالتين نعلم بأن هذا حيث وصف من صاحب الشريعة وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بأنه إمام، أي علي أن أسلم بما يصنع لأنه إمام، أنا مأمور بأن أأتم به، فإذا كنت في زمان الحسن أقتدي به وأهادن الفئة الباغية، إذا كنت في زمان الحسين أقتدي به وأحارب الفئة الباغية. الظروف تتغير، فالأحكام تتغير، المعاملات تتغير، التحركات تتغير. حينما تزعم أنت أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أثنى على الحسن، كان عليك أن تقول أنه أثنى على الحسين أيضا. نعلم بماذا تجيب، تقول كان ثناء عاما، لم يكن ثناء في قتال، في خروج، في فتنة، في نزع يد من طاعة. مع هذا نقول إنك تستغفل الناس وتستجهلهم، لأنه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله أثنى على الحسين في خروجه وبكى عليه، بل ودعا أصحابه إلى أن ينصروا الحسين إذا أدركوه. ومعنى هذا أن الحسين كان مصيبا في حركته وثورته ولم يكن مخطئا، معنى هذا أن الصلاح كان فيما فعله الحسين، وإلا لم يكن رسول الله ليدعو أصحابه قائلا ما مضمونه من أدرك منكم الحسين فلينصره في كربلاء. هذا أمر ترونه أنتم يا أهل البدعة، هذا أمر ثابت في مصادركم. أحد أصحاب رسول الله الأجلاء العظماء هو أنس بن الحارث الكاهلي الأسدي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم أنتم ترون عنه رواية تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حث على مناصرة الحسين صلوات الله عليه، وبالفعل الرجل كان وفيا، لما سمع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك كل شيء وذهب واستقر في كربلاء.
كان الحسين آنذاك طفلا صغيرا وكان هذا الرجل شابا فلما جاءه الحسين في كربلاء بعد 50 سنة تقريبا كان قد أصبح هذا الرجل شيخا وكان أول من استقبل الحسين عليه السلام في كربلاء كان هذا الرجل أول كربلائي في التاريخ وقاتل بين يدي الحسين عليه السلام وقتل شهيدا في تلك الفترة هاي 50 سنة كان يأتي بعض الرحالة بعض المصطادين بعض من يتبدون في البادية لأنه كربلاء كانت صحراء فيجدون هذا الرجل في خيمة جالس هناك نقلت قصته مفصلة في إحدى المحاضرات السابقة يسألونه ماذا تفعل ها هنا فكان يجيبهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله كذا فأنا لا أريد أن يفوتني شرف نصرة الحسين أخاف أنه أروح مكان آخر ولا أدرك الحسين وأنصره انظروا إلى هذا المبدأ العظيم انظروا إلى هذا الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله أنقل لكم طبعا ترجمته معروفة في الإصابة لابن حجر في أسد الغابة لابن الأثير ينقلون كلهم في ترجمة أنس بن الحارث هذا الكلام أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد منكم ذلك فلينصره وأنا هنا أخرج أيضا لهذا الحديث في تخريجا يقبله ابن تيمية المفروض لماذا؟ دققوا ابن تيمية يقول عن البغوي المعروف يقول إنه من أعلم وأصدق من كتب مقتل الحسين لأنه يسند ما ينقله عن الثقات فهو إذن يقر بأن البغوي من أصدق وأعلم الناس في قضايا الحسين عليه السلام وما جرى عليه وما يتصل بذلك هذا البغوي يروي عنه ابن كثير الناصبي المعروف والسلفي المعروف في كتابه البداية والنهاية في المجلد الثامن الصفحة 201 يروي عنه هذه الرواية يعني البغوي أيضا بدوره يروي وينقل عن أنس بن الحارث أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ابني هذا الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد منكم ذلك فلينصره إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على هذه الرواية الثابتة دعا أصحابه أصلا إلى أن ينصروا الحسين عليه السلام أمعقول أنه يدعو أصحابه إلى نصرة من لا يكون في خروجه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا وأنه بسبب خروجه وقع شر عظيم وفساد كبير ها هنا أنت تستغفر الناس تقول رسول الله لم يثني على أحد لا بقتال في فتنة وها هو قد أثنى على الحسين بهذا القتال ولا بخروج على الأئمة ها هو الحسين قد خرج على أئمتكم على يزيد وابن زياد ولا نزع يد من طاعة هذا هو الحسين نزع يده من طاعتهم وقال لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا مفارقة للجماعة هذا هو الحسين قد فارق جماعتكم وشذ عنكم وذهب هو والثلة المخلصة من أصحابه وقاوم الطغيان والكفر والفساد واستشهد مظلوما على رمضاء كربلاء ومع هذا كله رسول الله انحاز إلى الحسين وقال من شهد منكم الحسين فلينصره فإذا كيف تقول لم يثني رسول الله على أحد في هذه الأمور ها هو قد أثنى وإن كنت منصفا لوجب عليك أن تقول بل أثنى أيضا رسول الله على أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأمور في القتال في الفتنة
وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يعلن في حروبه الثلاث أن رسول الله عهد إليه أن يقاتل الناكثين عائشة وأصحابها في البصرة والقاسطين معاوية وأصحابه في صفين والمارقين الخوارج في النهروان. وطالما رسول الله صلى الله عليه وآله كان يثني على علي أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك أنا أقاتل على التنزيل وهو يقاتل على التأويل، يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فكيف تقول رسول الله لم يثني على أحد في قتال في فتنة؟ ها هنا أنت تستغفل وتستجهل الناس، كل هذا يدفعك ويحملك عليه النصب والعداء لأهل البيت، وتريد أن تقدح في الحسين عليه السلام وتصوره والعياذ بالله بصورة من خرج بحماقة موقعا الشر والفساد في هذه الأمة، تسرع وتعجل وانخدع بتلك الكتب وما سمع كلام من نصحوه، وكأن هؤلاء يريدون أن يعلموا الحسين. أتعدلون الحسين سيد شباب أهل الجنة بابن عمر وابن عباس ومحمد بن الحنفية وما أدري أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمثال هؤلاء؟ ألا تستحون؟ ألا تستحون؟ يقال للثريا تعالي إلى الثرى، عجيب. يقال للأستاذ تعلم من التلميذ، إن عد هؤلاء من التلاميذ. يقال للذي هو من رسول الله ورسول الله منه، تعال واسمع هؤلاء ليعلموك تكليفك. استحوا، اخجلوا، اعرفوا أنتم أمام من. أنتم أمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، صبط رسول الله، حجة الله على خلقه، الإمام، قام أم قعد؟ أنتم أمام هذا الرجل، أنتم لستم أمام ابن عمر وابن عباس وأمثالهم حتى تتطاولون وتطيلون ألسنتكم عليهم. اليوم الذي يقول إن الحسين ما استمع للنصيحة وأن الحسين ركب رأسه ولو كان قعد في بيته وكان عليه أن يبايع يزيد ويحقن الدماء، والذي يتطاول ويتجاسر ويقول إن الحسين سبب فسادا وشرا عظيما كما يقول ابن تيمية لعنة الله عليه وعلى أتباعه، هذا الرجل إنما يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما يتطاول على الإسلام. الحسين هو الإسلام، الحسين هو رسول الله، هو رسول الله. يقول حسين مني وأنا من حسين، يعني هذا هو الذي يمثل رسول الله في هذه الأمة، وأنتم هكذا تتطاولون عليه. سحقا لكم، تعسا لكم. يكمل ابن تيمية هذا الخبيث فماذا يقول؟ يقول وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. على ماذا؟ كما في صحيح البخاري من حديث الحسن البصري سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فقد أخبر النبي بأنه سيد وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله. زين، ولماذا أعرضت أيضا في المقابل عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي يمتدح فيها الحسين عليه السلام حتى في خروجه هذا ويثني عليه؟ هذا أيضا يبين أن حرب يزيد بن معاوية والخروج عليه كان محبوبا ممدوحا يحبه الله.
هذا على فرض التسليم بصحة الحديث الذي تنقله أنت وصحة لفظه. العجيب أنه عين عوراء دائما، يعني يأتي بأحاديث التي تثني على الإمام الحسن عليه السلام حتى ماذا؟ هو محبا في الحسن صلوات الله عليه، وإنما حتى يصحح جانب معاوية، أنه إيه الله يعني أريد الإصلاح بذلك، وكان محبوبا هذا عند الله. لكن الحسين لا، يعني أخطأ مع الأسف يزيد بن معاوية هالشكل تعامل معه الحسين، ما كان ينبغي للحسين أن يفعل هذا، خطأ كبير. يقول: ومما يناسب هذا ما ثبت في الصحيح من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه على تعبيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذه والحسن، يعني يأخذ أسامة بن زيد والحسن، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ففي هذا الحديث جمعه بين الحسن وأسامة رضي الله عنهما، وإخباره بأنه يحبهما، ودعاؤه الله أن يحبهما، وحبه صلى الله عليه وآله وسلم لهذين مستفيض عنه في أحاديث صحيحة، كما في الصحيحين من حديث شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. إلى أن يقول: وهذان اللذان جمع بينهما في محبته، يعني أسامة والحسن، ودعا الله لهما بالمحبة، وكان يعرف حبه لكل واحد منهما منفردا، لم يكن رأيهما القتال في تلك الحروب، بل أسامة قعد عن القتال يوم صفين ولم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولما صار الأمر إليه ترك القتال وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين. ماذا يريد بمثل كلامه هذا؟ أن يقول: انظروا رسول الله قال عن الحسن عليه السلام وأسامة أنه: اللهم إني أحبهما فأحبهما، ابني هذا سيد، وإلى آخره. هذا كاشف عن أن هؤلاء حيث لم يكن رأيهم القتال على أنه القتال شر، الخروج شر، المنازعة شر، ما كان ينبغي أن يفعلها، أن يفعل الحسين هكذا. نرجع مرة أخرى إلى العين العوراء هذه، وما بالك أعرضت عن الأحاديث الكثيرة الأخرى التي فيها ثناء رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسين وامتداحه له وتعبيره عنه بمثل هذه التعابير التي أنت استدللت بها. يعني رسول الله قال عن الحسن وأسامة على فرض صحة هذا الحديث: اللهم إني أحبهما فأحبهما، ولم يقل عن الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لما جعلت قول النبي ودعاءه ومعروفية حبه لأسامة والحسن دليلا على أن ترك القتال هو الصواب، ولم تجعل نفس الشيء وهو ما عرف من حب رسول الله للحسين ودعائه أن يحب الله من يحب حسينا، لم تجعله دليلا على صواب ما قام به الحسين من الخروج والثورة؟ عجيب هذا المنطق، هذا عجيب. يعني أنا آتي لكم ببعض هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وآله: لما جمع بين الحسن والحسين، كما أخرجه الترمذي في سننه الحديث 3769 عن أسامة بن زيد نفسه، ولهذا إني أقول إنها هنا تحريفا وقع في الحديث، لأنه يزعم أن الحديث أنه رسول الله جمع بين الحسن وأسامة، هو مو صحيح، جمع بين الحسن والحسين وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. على فرض أنه ذاك الحديث أيضا صحيح، فأسامة بن زيد نفسه يروي أنه
رسول الله جمع بين الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. لاحظوا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الحسن والحسين وقال هذان ابناي وابنا بنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. لماذا تعرض عن هذا الحديث ولا تجعله دليلا على صوابية عمل الحسين ونهضته وخروجه؟ هذا إن سلمنا بأن ما تقوله صحيح، يعني افتراءك وقولك إن الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، هذه أحاديثكم المنحولة المكذوبة، أحاديث بني أمية. وإلا الحسين كان، الحسن عليه الصلاة والسلام كان رأيه القتال، وأكبر دليل على هذا أو من أكبر الأدلة على هذا أنه الحسن صلوات الله عليه هو الذي حشد أهل الكوفة لقتال أمكم عائشة. أصلا لولا مجيء الحسن إلى الكوفة وإزاحته أبا موسى الأشعري لعنه الله عن المنبر وحكم الكوفة وولاية إمرة الكوفة وصعود الحسين عليه السلام، لولا صعود الحسن عليه السلام على منبر الكوفة وخطبته العظيمة في الناس ودعوته الناس لأن يقاتلوا أمكم عائشة لما انطلق أهل الكوفة إلى البصرة وقاتلوا أمكم عائشة مع سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. فكيف تقولون لم يكن رأيه القتال؟ الحسن الذي جاهد بين يدي أمير المؤمنين في يوم الجمل وفي يوم صفين، كيف تزعمون أنه لم يكن رأيه القتال؟ هذه من أكاذيبكم، هذه من أكاذيبكم، من أكاذيب بني أمية. الحسن صلوات الله عليه للعلم كان أصلا أستاذ الإمام الحسين في الثورة، كل ما هنالك أنه الظروف ما كانت تقتضي في زمان الحسن القتال. هو أصلا الحسن في البداية أعلن الثورة على معاوية، هذا أصلا لا يختلف عليه اثنان. الحسن في بدو الأمر أعلن قتال معاوية ودعا الناس، أعلن النفير العام وقال هلموا لقتال عدوكم، نستأصل شأفته من أهل من الشام، خلص نشيله نزيحه. ولكن ماذا يفعل؟ هو في الطريق بدأ جيشه يتراجع عنه، جماعة هنا تخذله، جماعة هنا تخذله، جماعة هنا تخذله، إلى أن طعنوه في فخذه صلوات الله عليه. وجد الأمر هكذا، لم يعد هنالك مصلحة في قتال معاوية، مصلحة الإسلام. وإلا إذا كان الحسن يمضي شهيدا كالحسين والمصلحة للإسلام كان يمضي شهيدا، ما كان عنده مانع، ولكن الظروف ما كانت تقتضي. ولهذا بحث مفصل لا يمكن لنا في هذه العجالة أو في هذه العجلة أن نفصله. على أي حال، حتى وإن سلمنا بما تقول، بما تزعم من أن الحسن مثلا لم يكن رأيه القتال، وحتى إن سلمنا أن أسامة هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وفي الحسن عليه السلام اللهم إني أحبهما فأحبهما، حتى إن سلمنا بهذه الأمور، فالحسين عليه السلام له مثل ذلك وزيادة. لما جعلت قوله صلى الله عليه وآله اللهم إني أحبهما فأحبهما دليلا على صوابية موقفهما ورأيهما على النحو الذي تفهمه أنت أيها الأحمق، وفي المقابل لم تجعل نفس العبارة التي نطق فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الحسين صلوات الله عليه، لم تجعلها دليلا على صوابية ما فعل الحسين وصوابية موقفه. هذا نوع من ازدواجية المعايير. ثم إنك لو تأملت حينما تقول وتعبر عن أسامة أنه لم يقاتل، قعد عن القتال يوم صفين، لم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أصلا هذا قدح في أسامة، لأنه لم يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله حدد الوظيفة أنه إذا حصل قتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما قال فاقعدوا في بيوتكم. إذن معاوية وأصحابه ما أرادوا الصلح خلص، فأصلحوا بينهما، ما صار صلح. أمير المؤمنين نصحه أكثر من مرة، نهره أكثر من مرة، أقام عليه الحجة أكثر من مرة، دعاه إلى الرشد والصلاح وحقن الدماء أكثر من مرة، ما سمع الكلام خلص. إذن هو مصر على غيه. كذلك كانت عائشة أمكم وطلحة والزبير نعلاها، هكذا كانوا مصرين على القتال، ما يسمعون الكلام. إذن هم بغاة. الله عز وجل قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن كان واجبا على أسامة أن يقاتل التي تبغي. من الفئة الباغية؟ يا عمار تقتلك الفئة الباغية. إذن معاوية وأصحابه، إذن كان علي أن يقاتل معاوية وأصحابه. فها هنا حينما تستدل أصلا بموقف أسامة بن زيد تضحك الناس عليك، تريد أن تمدحه فذممته، لأنك تقول بملء الفم أنه لم يعمل بكتاب الله، أصلا لم يفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أمر بنصرة علي أمير المؤمنين. القرآن الناطق، عجبا، معايير مزدوجة، خلل في العقول، خلل. هؤلاء هم الذين لم يستوعبوا ثورة سيد الشهداء صلوات الله عليه. يقولون اقعد في بيتك. ما كان له أن يقعد في بيته. أنتم ترون عنه أنه يقول حتى لو قعدت في بيتي لقتلوني، في كل الأحوال أنا مقتول، فإذا لابد أن أضحي بنفسي وأحدث تموجات عظيمة تسبب فرز الحق عن الباطل، تبين للناس فساد بني أمية والمنهج المنحرف عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنتم ترون، ارجع إلى كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الرابع الصفحة 39، كان يقول عليه السلام لمن يدعوه إلى القعود وعدم الخروج، يقول والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. يستخرجوا من هذه العلقة، يقتلوني، يطلعون قلبي وكبدي. شو تقولون أنتم؟ وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام، حشرة من هذه الحشرات، لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم، والله لا يعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. إذن ما كان له أن يخرج، ما كان له أن يقعد، روحي فداه، في كل الأحوال هو مقتول، فإذن لابد أن يمضي. عن ماذا تتحدث أنت؟ انظر إلى الخلل الذي في فكرك. هؤلاء لم يستوعبوا ثورة سيد الشهداء عليه السلام التي إعلانها قوله صلوات الله عليه، كما أيضا في الكامل في التاريخ، أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، أنا أحق شخص يغير هذا الوضع ويثور على هذا الظلم والطغيان والفساد. ما استوعب هؤلاء، لماذا؟ لأن حالة النصب والعداء لأهل البيت تحملهم على عدم الاستيعاب، ولهذا انحازوا إلى بني أمية وصدرت منهم هذه العبارات السيئة المخزية في حق سيد الشهداء عليه السلام، حينما يقول ابن تيمية لعنة الله عليه إن الحسين زاد الشر بخروجه وصار ذلك سببا لشر عظيم. اليوم أنت أيها المسلم بين اثنين، إما أن تنحاز إلى الحسين وتقف معه، وإما تنحاز إلى بني أمية وابن تيمية وأمثاله،
فتهين سيد الشهداء وتنتقص منه. إياك إياك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، وتغضب عليك الرب الجليل، وتسمى يوم القيامة وتعتبر هناك قاتلا للحسين ومشتركا في سفك دمه. إياك إياك، كن إلى جانب الحسين صلوات الله عليه، تدخل الجنة من بابه، سيد شباب أهل الجنة، يأخذ بيدك ويدخلك إلى الجنة، روحي فداه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.